معلش. متشكرة جدا. شكرا استاذه ماجده، بشكرك مع التحفظ على يعني بعض الالفاظ اللي هي قالتها. معانا ام عمرو من القاهره، اتفضلي يا ام عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ احمد اتفضلي. ارجوك بلاش الاشكال اللي مين يطلع الولد اللي انت كلمته ده في مصر؟ ما احنا كان لازم، احنا كان لازم نكشف الحقيقه. مين اللي بيتكلم على الداخليه؟ لازم نكشف الحقيقه يا ام عمرو. الكلاب دول معروف حقيقتهم ايه؟ هو بيقول لك دول حقوق. انا بقول له كأم مصريه كسر حقك انت واللي معاك السيسي ورجاله السيسي جزامهم برقبتك انت والكلاب الخونه يا خاين. انت مش مكسوف ده ما بقاش فيه فعلا حيه، برقع الحيه ان شاء الله اللي مع الاشكال دي. شكرا ام عمرو، بشكرك وبتحفظ برضو على وصف الاستاذ محمد عادل ببعض الالفاظ. معانا زميلتنا ياسمين فرج من ميدان التحرير، الان في بعض التطورات الان. ياسمين اتفضلي. استاذ احمد، منذ لحظات بدات قوات الامن بتلقى الغاز على المتجمعين في ميدان التحرير. أيوة. والان كما ترون على شق عربه المطافي تتقدم لبدء رش المياه رش المظاهرين بالمياه كما ينص قرار التظاهر، ثم بعد ذلك هيتم توالي التعامل مع المتظاهرين بحين الفض تماما. تمام، بشكرك ياسمين. بس ياسمين، يعني ايه اللي خلاهم يتحولوا هذا التحول من ان كان في موافقه على وجود هذه المظاهره لفض المظاهره بقى؟ الحقيقه ده شيء غريب، والتصريحات الامن قالت انه الفض هيكون الساعه 6، لكن ان هم قدموا الحقيقه يعني ما فيش تفسير للقصد دوت. ممكن بسبب مثلا ان مقدم البلاء التصريح غير الناس اللي كانوا غير المتظاهرين، فهم مش كاسبين الصفه الاصليه لهذا التصريح على ما اعتقد، يعني هم غير مكتسبين الصفه يعني. نعم، وقد يكون كما ذكرت حضرتك سابقا انه المكان التظاهر اتغير، فبالتالي يكون يعني هو ده سبب ان ايضا التظاهر. مكان التظاهره متغير. بشكرك جدا، شكرا ياسمين، بشكرك ومكملين معاكي طبعا النهارده بقيت اليوم هذه التغطيه. معانا الاستاذ سيد برضو من بورسعيد، اتفضل يا استاذ سيد. السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اتفضل. عايز اسال سؤال للاخوان المسلمين. اتفضل. انتم مكروهين من البلد كلها. مكروهين من مصر كلها. وعمر ما البلد هتسمح لكم ان انتوا تحكموا البلد ده. وعايزين يحكمونا غصب عننا. انتوا بتعملوا ليه كده؟ سؤال مهم. هل انتم عايزين تخربوا البلد؟ سؤال مهم. يبقى خلاص فوق دماغهم كلهم. هو ده الاصول. مفيش تهريج في الموضوعات ديت. يا اما البلد تستمر يا اما الشوط السيء قاعدين يحكمونا. طب انت يا استاذ سيد شايف هم عايزين ايه؟ يعني ايه اللي هم طالبينه؟ هم كل اللي عايزينه اللي هم يرجعوا تاني ويحكموا البلد. هيحكمونا غصب عننا يعني؟ غصب. هم فاكرين هم عايشين في الدار، هم عايشين في الوهم، هم عايشين في التخلف. هم ناس دول عايشين في القرون اللي هي مؤمنين باربع كتب بس. نعم. ابن تيميه وسيد قطب وحسن البنا وعبد السلام فرج. هم مؤمنين باربع كتب وسايبين كل الكتب الثانيه اللي على مدار السنين عمر الاسلام. صحيح. هم متخلفين. شكرا استاذ سيد. استاذ عبد المنعم من الجيزه، اتفضل استاذ عبد المنعم. استاذ عبد المنعم من الجيزه، يمكن احنا النهارده في اول اليوم اول ما ابتدى الموضوع والحراك داخل جامعه القاهره وكده، قلت انا هنا على الهوا مباشره ان جماعه الاخوان المسلمين هيحاولوا ان هم يستغلوا ده عشان يعملوا لنا اي فوضى، عايزين يعملوا اي حاجه. لما يطلع تصريح لبنت الدكتور محمد مرسي تقول الرئيس راجع خلال 11 يوم، ده معناها ان في خطه، ده معناها ان في حد بيفكر، ده معناها ان في حد عايز يدخلنا في السيناريو اللي احنا شايفين قدامنا حالا ده. معانا زميلتنا نيفين سليم من التحرير. نيفين يا ريت تصفي لي المشهد الان امامك. يا احمد، القوات الشرطه دلوقتي اقتحمت ميدان التحرير وبتطلق القنابل المسيله للدموع بكثافه، وتم تفريق المتظاهرين اللي كانوا موجودين الاخوان في الميدان واتجهوا للشوارع الجانبيه. هم دلوقتي تفرقوا لشارع التحرير المتجه لباب اللوق وشارع البستان، واثناء ما هم بيجروا كان سكان العمارات بيلقوا عليهم الاحذيه وبعض الازايز المياه الفارغه وبعض الحجاره كانوا بيلقوها عليهم. هل تم القبض على اي عنصر من العناصر اللي كانت بتجري دي نيفين؟ لا حتى الان لم يتم القبض على اي شخص، هو تم بس اخراجهم من ميدان التحرير. وهم انا شايف بسم الله ما شاء الله الميدان فضي، يعني الميدان
صحيح، لانه الشرطه قابلتهم بوابل من القنابل المسيله للدموع ادت لتفريقهم خالص من الميدان، واتجهوا دلوقتي للشوارع الجانبيه. نعم. هم متواجدين دلوقتي عند باب نيفين. نيفين معلش خليكي معانا، مصدر امني اكد للمحور وبرنامج صوت الناس ان قرار فض التظاهره جاء بعد ان فوجئوا بدعوات من الإخوان على الفيسبوك لأنصارهم بالنزول إلى ميدان التحرير، وأن كان ما حدث كان خدعة لدخول الإخوان إلى ميدان التحرير، فكان لا بد من التحرك والفض لهذه التظاهرة، لأن مش هي دي، لم تكتسب الصفة، يعني ده مش هو الصفة اللي كان أخذ التصريح بها هذه المظاهرة. الأوضاع عندك، احنا شايفين تحركات للمدرعات ولأفراد شرطة. نعم. لسه ايه الوضع دلوقتي نيفين؟ يعني هو دلوقتي الشرطه هي اللي متواجده دلوقتي في ميدان التحرير، خلاص تم غلقه امام حركه السيارات. طبعا اللي متواجد دلوقتي هو المدرعات زي ما حضرتك سامع، وقوات وافراد الشرطه متواجده. المتظاهرين ما زالوا موجودين لكن في الشوارع الجانبيه زي ما قلت لك عند باب الاوفيس. نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله من البيان بتاع وزاره الداخليه، كان نفس تخوفات الناس المتواجده لما كنت بتسالني عن رد فعل الناس الاهالي الموجوده. كان معظم الحوارات بتاعتهم بتدور حوالين كده، ان لو ما تمش التصرف السريع مع المتظاهرين اللي دخلوا هيستغلوها طبعا انصارهم. طيب احنا عندنا مشكله تانية في المنطقه دي دلوقتي نيفين، برضو احنا عندنا جلسه الان تصويت على الدستور في مجلس الشورى، وده في نفس المحيط. هل في تامين كافي لمجلس الشورى علشان الناس دي لا تتجه لمجلس الشورى وتعمل لنا ازمه هناك؟ منذ الصباح الباكر وهو في اجراءات امنيه مكثفه عند مجلس الشورى من القوات الداخليه، وده غير انه الطرق متقفله لمجلس الشورى من ميدان التحرير من زمان جدا بالحواجز الخرسانيه، فصعب الوصول لمجلس الشورى الا من ميدان سعد زغلول. تمام. طيب وزاره الداخليه اخبارها ايه؟ هل برضو التامين قدامها كويس؟ وانا متواجده حاليا في ميدان التحرير، لكن اعتقد ان وزاره الداخليه عندها تامين كافي تحسبا لوقوع اي مظاهرات او اي اعمال شغب في اي وقت، مش بس للنهارده. تمام. لكن انا متواجده دلوقتي في ميدان التحرير. تمام. هل المشهد اللي انت شايفاه قدامك دلوقتي حالا نيفين، ممكن نشوف حاله من الكر والفر في الفتره اللي جايه ومحاوله مره اخرى للعوده داخل ميدان التحرير، ولا انت شايفه من المشهد اللي انت شايفاه قدامك ده ان الطلاب الاخوان خلاص سابوا الامر وتفرقوا في الشوارع ومش عندهمش نيه ان هم يرجعوا تاني الى الميدان؟ هم تفرقوا بالفعل في الشوارع زي ما بتقول يا احمد، لكن نيه الرجوع للميدان من عدمه هتبان كمان شويه، لان هم دلوقتي يمكن اتفرقوا لكن ممكن كمان دقائق يتجمعوا تاني ويحاولوا ان هم خلينا نشوف مع قوات الامن بشكل من الاشكال. نتمنى ان ده ما يحصلش ان شاء الله. خلينا نشوف. وخلينا برضو انت اشرتي لحاجه مهمه قوي نيفين، ان كان في دعوات على الفيسبوك بتنظيم الاخوان بان هم ينزلوا داخل ميدان التحرير، فممكن نشوف بقى ناس تانية تبتدي تخش. وادي قوات الجيش كمان ظهرت معانا على المشهد وعادت السيطرة الأمنية مرة أخرى على ميدان التحرير، وفر الإخوان في الشوارع بين مطاردات الأمن ومطاردات الأهالي كمان الذين لا يقبلون الإخوان، زي ما قلت لكم في أول الموضوع إن الناس دي اتكشفت خلاص. معانا الأستاذ مصطفى من الجيزة، اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام. الحوار اللي تم حضرتك ما بينك وما بين محمد عادل ده اللي هو بتاع 6 ابريل ده، نعم، واللف والدوران اللي سيادتك لف عليك وضاع قعد يلف ويدور، نفس الكلام ده حصل مع الاستاذ وائل الابراشي اللي كان مستضيفه. وبيقول له انت مآمن ب 30/6، برضه ما ادالوش الراي، ما بيردش. قعد برضه، حتى الاستاذ وائل قعد يلف حوالين منه ويجيبه شمال يجيبه يمين، وهو مصر على ايه؟ على ان ما يديلوش بس دي مش حركات 6 ابريل، يعني 6 ابريل مش حركاتهم دي حركات طبعاً. حركات اخوان. وبعدين معلش بعد احترامي لحضرتك اتفضل، انا عايز اوجه كلام الفريق اول عبد الفتاح السيسي، ان الجيش ده المفروض ان يبقى على الحدود وفي سينا والكلام ده، ولو عايز استدعي، انا راجل عندي 67 سنه، ربنا يديك الصحه يا رب، وشاركت في حرب 67 والاستنزاف و73 وخرجت 74 من الجيش. تمام. لو هو عايز يستدعي الناس اللي لسه على قيد الحياه زي حالاتنا، احنا قعدنا في الجيش 8 سنين مجندين،
لو عايز تستدعي الناس دي وتقف قدام الناس دي والله العظيم عندنا استعداد. ربنا يكرمك ويديك الصحه. ونخلي الجيش في مكانه، لان احنا عرفنا يعني الشباب اللي طالع دي ما يعرفش سينا دي استردناها ازاي، يعني ما يعرفش